برضو نفس السؤال وتوقعاتك والتشكيله في ظل برضو ان حتى المتابعين بقى الغير مختصين يعني بيشوفوا انه لا المساله برضو لسه محتاجه اعاده نظر، ان المدرب الحالي ما فرقش كتير مثلا في التشكيل او في خطته عن كوبر، ان حتى اللعيبه الموجودين دلوقتي ما عندهمش الخبره الكافيه او لسه شباب صغير لسه ما همش كتير محترفين بالخارج، ده ياثر؟ بص حضرتك في البدايه يعني قبل البطوله دايما بيبقى المدير الفني حاطط دماغه 11 لاعب يلعبوا اساسيين، بيبتدي في المباريات الوديه يجرب واحد او اثنين في بعض المراكز ويشوف الدنيا ماشيه ازاي بالنسبه له، هل هيقدر يقدر الخطه دي ولا مش هيقدر يعملها، المواصفات بالنسبه له بالنسبه للاعب يقدر يعمل له خطه ولا مش يعمل له خطه، دي في اختياراته في الاول خالص. تمام. واحنا طبعا كنقاد وكاعلاميين بتقولوا بقى فتنوروا يعني احنا بقى بنشتغل على الموضوع شغلنا فاحنا بنشتغل بعد كده بيعمل مباراه وديه برضه بيشوف زي ما قلت لحضرتك بيشوف الموضوع ده، طريقه كوبر او طريقه اجيري هي 4 2 3 1 لكن اختلاف الوظائف بين كل لاعب ولاعب، دي طريقه دفاعيه بتاعت كوبر ممكن يعملها 4 2 3 1 بتاعت اجيري 4 2 3 1 برضه بس بطريقه هجوميه شويه، الناس توسمت خير شويه في اجيري ان هي عنده طريقه هجوميه، مش هنفضل في الدفاع يعني مش هنفضل في الدفاع كتير، عنده طريقه هجوميه يقدر يلعب بيها، نقدر نجيب اهداف، نقدر نزود غلط الاهداف المتواجده. لكن المشكله مش في منتخب مصر بس، المشكله في المنتخبات الاخرى اللي هنلعب معاها يعني ناس كلها باصه لمصر بس، انت عندك منتخبات احنا اخرى. احنا مجموعتنا اخبارها ايه؟ مجموعتها كويسه، البعض فاكر انها مجموعه سهله، هي مجموعه ما بقاش فيها كوره سهله في افريقيا. انا في اعتقادي ان المجموعات السهله ما بقاش سهله، الخريطه الافريقيه بتتغير على طول في الكوره، يعني كل سنتين بتلاقي لعيبه جديده طالعه وبتلاقي منتخب جديد موجود، وبيقولوا عندنا في الكوره دائما وابدا البطل بيولد من رحم البطوله، تلاقي بطل طالع من البطوله ما انت مش متوقعها خالص يوصل للادوار النهائيه خد البطوله. فانت ما تحطيش حسابات بس لمنتخب مصر وتبصي على منتخب مصر بس وتسيب بقيه المنتخبات، لا بقيه المنتخبات قويه، كونغو قوي، زيمبابوي مباراه قويه، المباراه تفتح مباراه قويه، ففي منتخبات ثانيه لازم تعملها حساب.